الهدف الحقيقة من هذا اللقاء هو إيضاح حقيقة يعني الإمارات عندما أطلقت مشروع بيت العائلة الإبراهيمية، ماذا كانت تقصد بهذا المشروع، وبالذات أنه تم يعني نشر الكثير من اللغط حول هذا الموضوع، وتم تسييس هذه الفكرة أو هذه المبادرة، و يعني كل من أطلق أحكام مسبقة فيما يتعلق بهذه المبادرة، إما أنه لديه أجندة معينة ولن يغير رأيه مهما قيل له أو مهما أوضحت له الحقائق، أو إن إنسان يعني ما يجهل حقيقة هذا المشروع، ولذلك نحن اليوم سنوضح هذا المشروع.